عزيزي المتابع، كلنا نتفق ان من اجمل الاكلات اللي تم اختراعها في هذا الدنيا يا جماعه هي الكيك. ها الكيك كما عشقك ايها الكيك. الكيك معروف انه ما له نوع واحد، انواع واشكال ورسمات وسكر ومدري كيف يجي وكل شيء. لكن اليوم راح نتكلم يا جماعه عن اغلى كيكات في العالم. نعم حرفيا شوف، اذا انت يعني داخل المقطع هذا وعلى اقبال تتزوج، على اقبال زواج اخرج. ارخص كيكه، ارخص كيكه انا اقول لك يا في قائمه رقم 10، ارخص شيء اغلى من زواجك كامل، واضحه؟ اغلى يا رجل، لا اله الا الله، شيء غير طبيعي. بسم الله خلونا نبدا، وحط لايك على المقطع واشترك في القناه اذا انت مشترك، خلونا نوصل 7 مليون ويلا بينا مع الكيكه رقم 10. فيونا كينز رويال كيك. في عام 2011 سووا هذه الكيكة يا جماعة، وكانت كيكة ملكية، لأن اللي بيتزوجون أمير وأميرة فلازم تكون كيكة كذا خرافية. وعشان أجلطكم، هذه الكيكة رقم 10 في مقطعنا، يعني هذه أرخص كيكة وهي كيكة عائلة ملكية. لاحظتوا كيف؟ فيونا كينز يا جماعة هذا اسم المكان اللي صمم هذه الكيكة. تخيلوا يا جماعة في هذا الفريق في 50 مصمم وخباز، قعدوا 5 أسابيع عشان يطلعون نتيجة خرافية جدا لهذه الكيكة. والله العظيم 5 أسابيع. في الأخير طلعوا بحركة، قال لك إيش؟ إنه الفستان اللي بتلبسه الأميرة ناخذ منه بعض القطع كذا عشان نحطها في الكيكة ويطلع كأنه الكيكة هذه جزء من الأميرة. كلام فاضي، بس باختصار في الأخير 78,000 دولار. مبسوطين الحين انتوا؟ الكيكة من 2011 قد انهضمت وقد خلصت وقد راحت ولا عد بقي منها اي جزء في بقايا الجسم، و 78,000 دولار تبخرت. كيكة البلاتين. في عام 2007 يا جماعة كان في خباز وطاهي في اليابان اسمه نوبو إيكارا. البلاتين نوع من انواع المعادن، لكن الناس ما تشتري على اساس انه مجوهرات، فكان الهدف الرئيسي كان في شركة مجوهرات تصنع البلاتين هذا على اشكال عقود وسلاسل حلوة، لكن الناس ما يشترون، الناس يشترون ذهب وفضة وبس. فراحوا عند هذا الطاهي الياباني عشان يصمم لهم كيكة اسمها كيكة البلاتين، ويحطون فيها بعض من الأشياء من البلاتين اللي قابل للأكل، ما أدري كيف سووا بصراحة. وكانت الفكرة وراء الموضوع هذا كله عشان الناس تتشجع كذا لما تشوف الكيكة هذه ومدري كيف، تتشجع إنها تصير تشتري إيش؟ جوهر البلاتين هذا. بالفعل قاموا جابوا سلاسل وقلائد ودبابيس ومدري إيش وأشياء من البلاتين الصالح للأكل، ما أدري كيف حولوه زي ما قلت لكم، لكن هذا الشيء خلى سعر الكيكة تكون أغلى. ماني عارف صراحة يعني مين ذا المطفر اللي تبغى يشتري من عندك جوهر بلاتين وهو اصلا ما عنده قيمة الكيكة، ماني فاهم يعني بتخليهم كذا بس واو بالشكل يدهشون ولا ايش؟ طبعا من ذكائهم يا جماعة قاموا خصصوا الكيك هذا او الكيكة هذه لبعض النساء المعروفات هناك في اليابان وكذا، وعارضات الازياء، تسويق حركة ذكية مرة، ما ادري صراحة زبطت معاهم في الاخير صاروا يشترون البلاتين ولا لا، ما ادري الله اعلم. ولكن كم قيمة الكيكة هذه؟ 130,000 دولار يا الربع، ما شاء الله ما شاء الله ما شاء. 130,000 دولار عشان دي، 130,000 دولار، دولار ينطح دولار يا جماعة. رجع والله ما أخذها لو إيش أصلاً. خلنا نكمل اللي بعده بس. تروحنا لسه الحين في رقم 9، يعني باقي 8 كيكات. كيكة ماسامي مياموتو بالشوكولاتة الماسية. خلاص دامك سمعت ماسية، الموضوع تم تصعيده. ماسامي مياموتو يا جماعة طاهي معجنات في اليابان، ما ادري ايش فيهم اليابان كذا مدهرين على هرجة الكيك الغالي. الزبدة انه صنع ثامن اغلى كيكة في العالم يا جماعة، ولكنه صعد الموضوع واضاف على الكيكة الماس. يب الماس، تعرفون الماس؟ اضاف على الكيكة. طبعا هو مسوي لك ذكي، سوى الكيكة هذه بدون طلب، يعني ما في زبون جاء طلب الكيكة ذي، بس هو سواها ليه؟ قلت لكم تصعيد غير مبرر نهائيا، سواها في موسم احدى الاعياد عندهم هناك، قال لك ايش؟ انه ممكن يجي واحد كذا مطفي النور ويدقها يا حبيبي ياخذها ويشتريها. وبالفعل يا جماعه جاء ماسامي مياموتو وسوى الكيكه هذه وانجزها وخلصها، شكلها خرافي بالشوكولاته وفيها الماس 50 قيراط، يا لطيف. وحطها في النافذه الاماميه للمحل حقه عشان يجذب الزبائن، قلنا لكم خلال موسم احد الاعياد اللي عندهم. بالفعل يا جماعه انتهى موسم الاعياد وما حدا اشتراها. والله بس عندهم عقل الحمد لله. قيمتها ب 850,000 دولار. يا رجل مين يشتري هذه؟ ايش فيه؟ صح انه شكلها كذا واو خرافي مدري كيف، بس برضو يا حبيبي ما تسوى. كيكة الغبار اللامع. صراحة أول مرة أسمع في حياتي بشيء اسمه غبار لامع، لكن سلكوا هذا اسم الكيكة، شو أسوي أنا؟ الكيكة هذه كانت عبارة عن تعاون يا جماعة بين مصنع كيك وكذا وبين محل حق جوهرات وفضة وذهب وألماس وما إلى ذلك. اتحد الاثنين وقال لك يسوي كيكة غير صالحة للأكل. كذا بس شكل.
فرجوا فيها الناس. وبالفعل يا جماعة صنعوا هذه الكيكة اللي غير صالحة للأكل أصلاً، يعني ما عاد هي كيكة، اسمها تحفة المفروض، بس ما أدري ليش خلوها كيكة. صنعوها باستخدام الغبار اللامع اللي قلت لكم شيء ما أدري شو ذا، أول مرة أسمع فيه، لكن سلكوا. وزينوا الكيكة هذه يا جماعة بأكثر من 1,000,000 دولار من المجوهرات. فين عقولهم؟ الله العالم. المشكلة يا جماعة أن شكل الكيكة مرة غبي، معلش مو كيكة، شكل التحفة مرة غبي. تدركوا قيمتها؟ 1,300,000، 1,300,000 دولار. يا لطف الله، 1,300,000 ليه؟ كيكة أفريقيا، أحد المتاجر اليابانية في طوكيو قرر يصمم هذه الكيكة يا جماعة. كيكة أفريقيا، اليابان ايش وضعهم مع الكيك الغالي؟ إلى الآن عندنا 4 مدري 3 في القائمة من اليابان، يا لطيف ايش فيهم ذولا؟ المهم جاك واحد من اليابان يا جماعة، قرر انه يسوي كيكة على شكل خريطة افريقيا، قال لك، وزينها يا جماعة من الأطراف كذا، سوى الحدود حقت خريطة افريقيا بالألماس، خلاص؟ وحط ألماس كذا مرة كثير في أكثر منطقة فيها منجم ألماس في افريقيا. يعني ما ترك الناس في حالهم، خلاص هذا منجمنا احنا عارفين، مو تذل لنا وتسوي كيكه وتحط الماس كذا على المنجم، احنا عارفين خلاص عندنا منجم، خلاص ايش فيه؟ تدرون كم الماسه حط؟ 2,000 الماسه، 2,000 الماسه موجوده في هذه الكيكه، والله يعني الله المستعان. طيب 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 كم سعر الكيكة ذي يا يوسف؟ يمكن نسواها، قال لك يجيك واحد يعني من افريقيا يحب افريقيا وكذا مرة واو يموت عليها وياخذها. كم قيمتها؟ 5,000,000 دولار. بس 5,000,000 دولار، بس 5,000,000، بس 5. قال لها مضيقة يا شيخ، كيكة بخمسة مليون. كيكة ناهد الفاخرة، جماعة اللي ما يدري في منطقة اسمها بيفرلي هيلز، المدينة ذي يا جماعة لا إله إلا الله، عندهم التفاخر خلاص بالعرس، يعني يكون غالي مرة والزواج والفرح يوه مرة، شيء كذا خارج نطاق السيطرة، كل يوم يكون أغلى الكيك، في أغلى حرفيا اللي هناك كسبوا على ظهور اللي يتزوجون بعد الكلمة، لأنه كله تفاخر في تفاخر إلا من رحم الله. عام 2006 يا جماعة كان في ناس يبغون يتزوجون، راحوا عند واحد اسمه ناهد بارسا أظن، وقالوا له يا ابن الحلال نبغى كيكة 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 يعني 100% مدير. قال لهم بس عندي بشورة أضبط لكم أطلق كيكة في الحال. وبالفعل يا جماعة سوالهم كيكة فيها ذهب أبيض وألماس بشكل دائري كذا، وطبقات الكيكة وورد نازل ودنيا وحياة، وطلعها بهذا الشكل تشوفونه قدامكم. الكيكة صراحة أشوفها عادية جدا، مرة عادية جدا جدا جدا. في الأخير يا جماعة في المقال اللي قاعد أقرأ منه يقول إنه غير معروف هل تم بيع هذه الكيكة ولا لا. شكلهم جحفلوا يا الربع، ولا ما اخذ عربون، ولا ما ادري صراحة، لكن ما الومهم، شكلهم هربوا بعد ما عرفوا قيمة الكيكة اللي يساوي. جاهز اربط الحزام، بسم الله. 20,000,000 دولار. السلام عليكم. كيكة ديفورا روز، الكيكة هذه باختصار يا جماعة قرروا انه يلبسونها كذا سلاسل، حرفيا كأنها هي العروسة لكن كذا ملبسينها سلاسل. لو تشوفون كذا في زي سلسال تحت سلسال ثاني، في زي شيء غريب مرة، لكن أكيد تكلفتها غريبة مرة. طبعا الكيكة هذه يا جماعة أضافوا عليها تقريبا كل نوع مجوهرات أعرفه في الحياة، الزمرد، الياقوت، الذهب، الألماس، كل شيء أضافوه حرفيا، أصبحت كيكة طبيعية بس ملبسينها سلاسل الجواهر. فهذا رفع سعرها من كيكة سعرها عندنا هنا 20 دولار، 100 ريال، 90 ريال، إلى كم؟ إلى كم؟ إلى كم؟ 30,000,000. يا قلبي يا تخيلوا اشتري كيكة قيمتها 30,000,000، الله لا يبلانا، اصلا ما عندي 30,000,000 اساسا، بس اتكلم لو مثلا يعني كنت غني اشتري كيكة، احس ربي يسألني عنها، اعوذ بالله. 30,000,000 يا رجل اتق الله، ايش هذا؟ كيكة ديموثو كامارا سينج يا جماعة، اسماء الكيك بدأ يصير غريب وصعب، كل ما صار غريب وصعب كل ما صار اغلى، وانا اغلط في الاسم. في عام 2012 الكيك هذه حطمت الارقام القياسية كاغلى كيكة موجودة في العالم. بقول لكم كم قيمتها، بس خليني اقول لكم ايش مميزاتها الخيالية. أول شيء صمموا الكيكة ذي على أساس سفينة قراصنة اللي مليئة كذا بالكنوز والجواهر، اللي هي أساساً جواهر فعلية حاطينها ورفعت سعرها أصلاً. ففكرتها تعتبر صراحة من يوم بدأنا المقطع أحس هذه أطلق فكرة الصدق، يعني سفينة قراصنة كذا وفيها مجوهرات وحركات مرة بطلة. الشيء الخرافي في الكيكة دي برضو يا جماعة، وأخيرا بنتكلم عن مواصفات كيك حقيقي، إن فيها 10 طبقات من الكيك، تقطع كي تلقى 10 طبقات من الأكل من الطعم. طبعا أكيد كيكة زي هذه المفروض سعرها يكون معقول جدا، لكن لأنهم حبوا كده يسوي لك طناخة حطوا عليها مجوهرات وذهب وألماس
ممتاز وا 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 لين صار سعره ب 35 مليون دولار. خلاص ما عاد بتكلم طفشت صراحه. 35 مليون ايوه 35 مليون. بعدين فجاه كذا في عام 2013 جت كيكه حطمت الرقم القياسي وخربت على كيكه القرصان اللي قبل شوي نتكلم عنها المسكينه. ليه؟ لانهم قاموا حطوا في الكيكه حقتهم 4000 قطعه الماس. 4000 واو يا الله. فهذا خلى الموضوع ينقز ها الى انه اصبح قيمه هذه الكيكه رقم 2 عندنا 52 مليون دولار. 52 مليون دولار قيمه كيكه واو. عزيزي المتابع جينا عند الكيكه اللي اغلى من سيارتك، اغلى من سيارتنا. ليش اقول سياره اكلمكم تحت؟ اغلى من سيارتنا واغلى من بيتنا واغلى من يا شيخ بيوت احفادنا مع بعض متجمعين كذا كلهم وسياراتهم. الكيكه رقم واحد عندنا في هذه الحلقه يا جماعه. اول شيء الكيكه هذه طولها يا جماعه او ارتفاعها 6 اقدام. 6 اقدام واو. معلش مو ارتفاعها يا جماعه، طولها، لان الكيكه دي نوعا ما غريبه مره لانه اصلا سواها البنت صغيره في العمر. تخيلوا بنت صغيره في العمر اهلها حبوا انهم يهدونها هذه الكيكه. بنتنا عزيزتنا نبغى احنا نبغى نسوي لك الكيكه هذه ولعيونك ندفع الكيكه رقم واحد في العالم ما في مشكله بالملايين ندفع ما في مشكله. الكيكه كيف على طاوله كذا ممتده وعباره عن بنت تمشي في النص وفي جمهور كذا كلهم من الكيك مصنوعين خلاص. وهاتك يا الجواهر ما شاء الله تبارك الله جواهر مليئه في هذه الكيكه. هذا الشيء اول مره اسمع فيه. اضافوا في هذه الكيكه الماس لكن متعدد الالوان. كيف الماس متعدد الالوان ما ادري لكن كل شيء بالفلوس معقول. قيمة الالماس اسمعوا قيمة الالماس الحالة اللي تم اضافته في هذه الكيكة ما شاء الله تبارك الله 45 مليون الحالة الالماس. هذا مو قيمة الكيكة بس الالماس 45 مليون دولار. طيب كم قيمة الكيكة يا يوسف؟ اي صح طبعا اسمها كيكة دقيقة اقراها لانه والله تعرفوا كل ما صارت اغلى كل ما صار صعب الاسم. كيكة رانواي دي بي وينغهام. نعم الكيكة رقم واحد يا جماعة تبلغ قيمتها 75 مليون دولار. انجلت ولا باقي مبسوط؟ مبسوط؟ اوكي. اسال الله يا جماعه انه يرزقنا ويرزق اصحاب هذول الكيك كلهم ان شاء الله، ونسال الله انه ما نسرف ابدا ولا نبذر في حياتنا يا رب العالمين. اتمنى مقتنع عجبكم. اكتب رقم الكيك اللي حسيت انها اغرب كيكه وما تسوى هذه القيمه في الكومنتات. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك، والسلام عليكم.